ايوه كده النبي تبسم، شكلك حلو قوي وانت بتضحكي. انا مش عايز الابتسامه دي تفارق وشك طول ما انا عايش. انا عايزك تشكر لي مامتك قوي، وقفت معنا الفتره اللي فاتت دي كتير، وانت كمان. بصراحه ما كنتش عارفه يعني من غيرك كنت هعدي المحنه دي ازاي. محنه؟ المحنه دي قديمه قوي، دي انتهت من الاربعينات يا بنتي. محنه ايه؟ بجد يا عبد العزيز مش بهزر، كتير قوي ببص لك ببقى بسأل نفسي انت ازاي قوي قوي كده. عندك مشاكل كتير وفات عليك مشاكل كتير قبل كده، بس لسه بتدي الناس اللي حواليك وايدك على طول ممدودة. عين انا شايف الحزن اللي بعينك، نفسي افهمك انت ايه بالظبط. بني ادم واحد عادي من عباد الله بيدور له على مكان وسط الناس، اروح بالليل احط راسي على المخده واقول الحمد لله النهارده ما ظلمتش حد. اتفقنا. مسوفه قوي. قولي هكتشف فيك ايه تاني. اللي بنت في البضاعه اللي يدور يعمل يلاقي. اه من الحق، انت كنت قلت لي قبل كده ان انت بتشتغلي او كنت بدرس في حاجه كده زي اتصالات. كوميونيكيشن اتصالات. طيب خلاص مبروك، قدمي لي بقى السي في بتاعك من بكره. بالنسبه ان هو اسمه سي في، ما تقفليش على الواحده بقى، قدمي لي سابقه اعمالك. انت تشتغلي معايا؟ اشتغل معاكي يعني تشغلني بياعه مثلا؟ لا وانا برضه يقول عليا وقف واحده حلوه كده وسط البضاعه، غساله، ثلاجه. لا لا لا، هو هتشغلني ايه؟ انت هتشتغلي مديره اعمالي. انا عندي كده مصلحه يعني داخلها ان شاء الله هتبقى جامده. انا داخل في مشروع كده، مشروع كبير يعني، هيوفر استهلاك كهرباء يعني 30% من التكييفات والاجهزه، وبعدين هنخش على الموبايلات وبوردات وحاجات زي كده. ايه ده ازاي يعني؟ لا ده موضوع يطول شرحه، انا بس هبعرفك على الواد ابراهيم زيجو واعرفك على ياسين، دول شباب زي الورد بيشتغلوا في الشارع، دول اللي هيعملوا المشروع ومش بعيد اصدر للصين. تصدر للصين يا عبد العزيز؟ الصين اللي بتصدر للعالم كله من ابره للصاروخ، مستنيك انت تصدر لها؟ اهو ده بقى مربط الفرس. طب انا اسالك سؤال. ها دلوقتي لو احنا صحينا الصبح لقينا العالم ده كله مش موجود ومصر بس اللي موجوده، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه في ايه؟ هنعمل ايه؟ هنعيش ازاي؟ حاجاتنا واكلنا وشربنا وقمحنا وهدوم اللي انت لابساها دي، موبايلاتنا وكل حاجه بتيجي من بره، كده ولا لا؟ تمام. احنا بقى هنعيش ازاي؟ اكيد هنضطر نشتغل. الله، طب ما نضطر نشتغل من دلوقتي، احسن مننا في ايه الصين؟ عندهم ايه مش عندنا؟ ما عندهمش غير بشر، ده حتى قصيرين وعينيهم ضيقه. انما احنا عندنا هنا ما شاء الله البشر في العين والعدد في الليمون، وهنعرف ننجز. انت بس قدمي المشيئه، وطالما عبد العزيز قال هنصدر للصين يبقى هيعملها، وانت معايا. ماشي انا معاك. وبمرتب كبير. جري يا عبد العزيز. وهتاخدي نسبه من الارباح السنويه. هاخد يا حبيبي، بس عايزه اتكلم. ومش هتتكلمي. لا هتكلم يا عبد العزيز، ما لازم اتكلم. خلاص اتكلمي. بص انا عاجبني تفكيرك جدا، هو ملخبط شويه وعامل زي نكش الفراخ، بس ممكن يتنظم. بس خليك واقعي، كل الناس اللي بتشتغل في مصر هنا بجد بيشتغلوا في شركات مالتي ناشونال، تمام؟ فلما تيجي تتكلم على مصري عادي، المصري العادي ما بيحبش يشتغل اصلا. هو انت من تايلاند ولا ايه؟ كل شويه تقولي المصريين. مالهم المصريين؟ هو بيشتغل في شركه زي حضرتك دي مش كان بيشتغل زي النحل ما بيونش، صح ولا لا؟ بنشتغل زي النحل بس في عائد مادي كبير. عائد مادي كبير. العبد الله بقى هيربط الشغل بالانتاج، اللي عايز يعرق ويشقى ويشتغل ويعمل قرش يتفضل نشوفه على راسنا من فوق، واللي مش عايز بقى يخليه قاعد على الرصيف ولا بيشخبط على الحيطان. الصنايعي المصري صنايعي تمام، بس هو يقفش. يقفش يقبض فلوس. ماشي. يقبض كويس، هتلاقيه بيحب مكانه ومخلص له ويعمل الشغل صح. انت دلوقتي عايز تصدر للصين او تنقل التجربه الصينيه هنا مصر، تمام، او حتى الماليزيه او الهنديه. مش لازم الاول تعرف الناس دي بتشتغل ازاي؟ نعرف النو هاو. يعني ايه دي مش فاهمها؟ مش فاهم. هفهمها لك ازاي دي يا عبد العزيز؟ يعني بالبلدي كده نعرف سر الصنعه، الناس دي كلها مديرينهم اجانب. مدير اجنبي وخبير اجنبي ومدرب اجنبي، ما نجيب رئيس جمهوريه اجنبي ونخلص يا حنين، في ايه؟ الناس هنا كويسين وزي الفل، هما بس نفسهم قصير حبتين. ناخد كاس افريقيا وما نعرفش نخش كاس عالم. الموضوع محتاج شويه فكر وتنظيم نفس. ما نسافر ونشوف الناس دي بيشتغلوا ازاي ونشوف سر الصنعه بتاعهم. طب انا عايز افهم حاجه. وانت بتعرف تتكلم لغات؟ طبعا بعرف لغه الجنيه
واعرف اسند على واحده متعلمه كده وحلوه زيك تهرشني الحكايه وتفك لي طلاسمها. وانت يا عبد العزيز بتجيب اللغه دي منين؟ مش فاهمه. عايزاني يعني اكلمك بالشوكه والسكينه؟ ماشي. لا لا انا عايزاك كده على طبيعتك، انت كده حلو وانت عسل وانت كيوت. واو الشياكه الجامده دي، ايه القمر ده؟ الشياكه حاجه بسيطه يعني، عادي. عادي برضو. والجمال ده بقى رايح على فين؟ رايحه اقابل عبد العزيز. عبد العزيز؟ قولي كده بقى بركاتك يا شيخ عبد العزيز. على فكره انت بتفهمي كل حاجه غلط، احنا رايحين نتكلم في شغل مش اكتر. شغل؟ طب يا حبيبتي قولي لي بقى، مش محتاجه فلوس؟ لا معايا فلوس، ميرسي قوي. طيب ابقي سلميلي على الشغل قوي. شغلي ايه اللي اسلملك عليه؟ ماجي انت بتقولي حاجات عجيبه قوي، انا مش فاهماكي بصراحه. يعني قولي له بقى للشغل، ماجي بتقول لك اهتم بيا شويه. لا انت مش طبيعي على فكره، انا لازم امشي. باي باي. طب بصي لي الشغل. بتحلالي كده كتير يعني؟ يعني لا، ما هو برضه ما ينفعش واحدة كده زي القمر قاعدة، ما يعني انت فاهمة بقى. على فكرة يا عبد العزيز انت لو فضلت كده انا همشي واسيبك. خلاص طب بالراحة على نفسي شوية يعني. طب انا يعني ما عنديش نظر. طب ممكن بقى نتكلم بجد شوية؟ انت كلمتني قلت لي ان انت عايزني عشان شغل، مش عشان تفضل تعاكس فيا. ما تستعجلش يا رزق، اما بس ادي خلص عد فلوس واحطها في يا ايوه. خلصت عد ولا لسه؟ خلاص اخر رز. خلصني بقى لو احط فلوس في الشنطه. حاضر. نحط الفلوس دي في الشنطه وهتيجي معايا مشوار. انا اجي معاك انت مشوار؟ ازاي؟ لا طبعا مستحيل، انا نفسي معاك كنت عملت بس كده. لو انا اخطفك يعني؟ وبعدين اعمل لك ايه؟ ما انت لابسه النهارده شيك قوي يعني. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو انت من الناس اللي بتجيب العيب على البنت عشان لبسها الحاجات دي؟ لا يا عبد العزيز انا كده هخاف منك بجد. لا انا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا شباب. اهلا 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 يا ايمه. ازيك يا ست ابراهيم وياسين؟ اهلا. دول الشباب اللي هتشتغل معانا في المشروع، الاستاذه حنين يعني معانا برضه، ضمت لفريق العمل ان شاء الله. تنور طبعا الدنيا كلها. ماشي اوكي، بس على فكره مش فاهمه حاجه خالص. مش مهم تفهم، انت عمرك فهمت حاجه؟ خليها على الله. يا اياد. ايوه. خلص يا عم اياد الله يرضى عليك. خلص يا عم خلصت اهو، والفلوس كلها كامله. ماشي. عايزك تقعد في المحل عبال انا اخلص المشوار ده. صد ورد عشان واحد صد وواحد ايه؟ واحد رد. تمام. خلي بالك من المكان. ماشي بس لما تمضي طمني. امضي ايه؟ تمضي العقد. امضي العقد. يلا على بركه الله. سلام. يلا يا ولاد. عادي عادي. يلا حنين. يلا. صلي على النبي. يا بص عشان خاطر وشك. ايه ده؟ اساسن فات. ايه ده؟ اللهم صل على النبي. انا بحب حضرتك. يلا الله يا استاذ. انا هموت فيكي. ربنا يخليك والله العظيم. انت قد ايه بتغرب واخبار وما بتفهمش؟ عشان انا بقى لي ساعه عمال اقول لك دي اللي طلعت مع شمس الزبادي مش فاهم حاجه. ولا انا اعرف ايه يا ابني؟ ايه ده الفنانه تقول علينا ايه؟ لا مفيش، هو فك التلاجة بس مش والله. يا حبيبتي على فكره لا ما تقلقيش، على فكره كل الفنانين حبايبي وبياخدوا من عندي هنا، خلي بالك. بسلام. استاذ نور الشريف اللي هو كان، والاستاذ عمر الشريف كان واخد، كان فارش الفيلا، فارش له فيلا، كان فارشها في المانيا في الدور السابع الروف. والاستاذه يسرى والاستاذه لام شاهين. هما بيجوا هنا؟ بيجوا. استاذ كمال ابو ريه في التجمع العاشر اللي شغال في التجمع اللي هي اول مانيا. استاذ ايمن عزب برضه خد من عندي. لا احنا زارنا الندى. عبد العزيز ممكن تصورني معاها؟ عينيا. وشك حلو والله، وشك حلو قوي قوي قوي. معاك معاك موبايل؟ صورني صورني لو سمحت يا معوزيل. طب ايدي يا معوزيل. حضرتك لا عارفة، عندنا هنا تلاجات وصلات من جميع الماركات، شوف اللي انت عايزاه
خدي وما تجيش على الفلوس. طب خليها تسيب ايدي بس. والله مجيتك عندي بفلوس. بفلوس يا استاذه. يلا بقى ما تخبطيش. ايدي يا ماما ايدي. خلاص يلا. يا شباب دبي. بس بقولي بس على الدبي يا عبد الله توصل. الدبي يا عبد الله توصل. والدبي والدبي عبد الزيزو. والدبي عبد الزيزو انا بحب الفدان عادل امام ونفسي تسدد لي عليه. معلش اسم الجمهور. اه طبعا هو دي ضربت بقى ايه ضربت الشهرة ربنا يخليك يا ابني والله باي باي سيبوني هنا تسالي على شبره وبكره في شارع عبد العزيز خدابينك في شارع عبد العزيز كله بس انا عايز امشي دي بتاعت البيض بيض ايوه الفريزر طب دي تلج ازاي ها يا جماعه نقول مبروك للاستاذ عبد العزيز ربنا يمنها له بركه لو ان السعر يعني يا عم اتمام ما تصلى على النبي وسطها والسلام الصلاه والسلام النهارده الارض دي عليها مشاكل وانت عارف كده كويس وانا اصرف عليها عشان اخلصها من مشاكلها يعني هاخدها كده بعملها ما قلناش حاجه يا استاذ عبد العزيز ولكن الفلوس هتتوزع على الورثه وكل واحد يعني هيطلع منابه كلام فاضي وهم اللي اتفقوا معايا اتكلم فاحنا مش عايزين نوجع مع بعض في كلام تاني طالما انتوا بقى مش متفقين ولا متشاورين امال جايبيني ليه عموما انا قلت اللي عندي اتكلم انت بقى متى والله يا حاج عثمان واحد غير الاستاذ عبد العزيز ما كان زود ولا مليم غير اللي اتفقتوا عليه هو زود ال 20000 دول عشان ما تختلفوش وعشان دنيتك تبقى سامح ربنا ما يجيب اختلاف يا مت سامع الكلام اهو قدامك علشان ما ترجعش تقول انا اللي اتفقت وانا اللي اتكلمت ها هنمضي العقد وناخد الفلوس من الاستاذ ولا لسه فيه كلام تاني عشان خاطر المزبزيه الحلوه جوه دي امضي العقد حيث كده بقى امضلنا هنا وعم عبد الحميد يمضي وراه اسم الكريم ايه؟ عبد الحميد محمد من عم عبد الحميد؟ من صعاد مركز طيمة مركز طيمة احسن ناس مركز الله يبارك فيك ربنا يبارك لك بعد اذنك يا استاذ عزيز بكره بقى الصبح ان شاء الله واحنا بنسجل العقد في الشهر العقاري تبقوا تاخدوا بقيه الفلوس مبروك عليك الله يبارك فيك ربنا يبارك لك انت كمان وحشتني قوي ايه ده النهارده لا ما عنديش حاجه بس قاعده مستنيه من جناب صاحب المصنع اوردر بالشغل ازاي يعني مش عايزه اشوفك اكيد عايزه اشوفك بس انت كان لازم تقولي قبلها عشان اعمل حسابي ما بقاش دمك كتير بهزر خلاص نتقابل النهارده بالليل مشوار بقى ان شاء الله اللي عندك لا طبعا يا حبيبي واثقه في نفسي انما فيك بقى الايام هتثبت ماشي يا حبيبي خلص مشوارك وكلمني باي باي الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا